يا هلا فيكم مشاهدينا في برنامجكم اليومي في صوت السفر، واللي بنتكلم فيه كل يوم عن دولة جديدة من دول العالم ونتعرف على معلومات أكثر عن هذه الدول وشعبها ونكتشف فيها أماكن سياحية وترفيهية كثيرة. اليوم رح نتكلم عن دولة غالية على الكل، هي بلد الإنسانية وبلد العطاء، يسمونها عروس الخليج ودرة الخليج. شعبها وايد طيب وحكامها عادلين. اليوم بنتعرف على دولتنا الحبيبة، دولة الكويت الغالية. أيها المواطنون الكويتيون الأحباء، الكويت. الكويت دولة تقع في قارة آسيا وتحديداً في الخليج العربي، وعاصمتها مدينة الكويت، وتمتلك 9 جزر وأكبرهم جزيرة بوبيان، وجزيرة واحدة كانت مأهولة بالسكان وهي جزيرة فيلكة، وأصبحت الآن جزيرة سياحية. وصل التعداد السكاني لأكثر من 4.5 ملايين نسمة، والعملة هي الدينار الكويتي. مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي أو دار الأوبرا هو معلم معماري وثقافي كويتي بارز، وافتتح الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمة الله عليه في 31 أكتوبر 2016، ووقت الافتتاح قدموا عروض مسرحية قدمها الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا والفنان سعد الفرج. أنت ما تؤمن بالرأي والرأي الآخر؟ أنا أول أثبت رأي عشان أثبت رأي الآخر. أثبت أنك صدامي. شفت الحكي هذا جديد علي. هالأيام معناها تحوس في الدواوين اللي مرشحين روحهم. صدامي حكي غير، وبتسمع حكي جديد عمرك ما سمعته. والفنانة حياة الفهد والفنانة سعاد عبد الله. كونتي نفسك وكونتي مستقبلك؟ بقى في مستقبل عشان نكونه؟ لا في في. شلون كونتيه؟ عافية. الله يعافيك. العافية. الصحة والعافية. شكلي اشتبين وزارتي، وإذا حصل البلدية ويه واحد. وكان في فواصل غنائية واللي قدمها الفنان عبد الله للويشد والفنانة نوال الكويتية والفنان نبيل شعيل. ومن أبرز فقرات الافتتاح هي فقرة الأوبرا العالمية، وأشرف على هذا المبنى الديوان الأميري، وفي 4 مباني ضخمة على شكل الجواهر المبعثرة، وفي كافيهات ومطاعم، وبالنص في نافورة راقصة. حديقة الشهيد هي من أقدم وأكبر حدائق الكويت، وكانوا يسمونها الحزام الأخضر، وتعتبر من أهم المشاريع اللي تبناها الديوان الأميري، وفتتحوا المرحلة الأولى في 4 مارس 2015، والمرحلة الثانية في 21 أبريل 2017، وفيها متحفين، متحف الذكرى، ويحتوي هالمتحف على 4 رموز لأهم المعارك في تاريخ الكويت، والمتحف الثاني اسمه متحف الموطن، ويحتوي على ثراء وتنوع المواطن الطبيعية بالكويت. كان اسمه المركز العلمي وصار اسمه مجبل المطوع، وهذا المركز يحتوي على 3 أقسام: أكواريوم وقاعة الاستكشاف وقاعة سينما آي ماكس. والأكواريوم بعد فيه 3 أقسام بكل قسم بيئة، واللي هي البحر والساحلية والصحراء، وكلهم فيهم نباتات وحيوانات والأحياء البحرية المحلية. والآي ماكس تعرض أفلام ثقافية تعليمية مناسبة لكل الأعمار. أما قاعة الاستكشاف فتحتوي على آبار النفط ومعروضات النفط وسفينة النجوم. أوه يا مان. أوه يا مان.
الكويت. هو يعتبر رمز للكويت وأهم معلم سياحي، وهو عبارة عن ثلاثة أبراج. البرج الرئيسي فيه مطاعم وكرة تدور حول نفسها دورة كاملة، وزجاج شفاف، والناس توقف بالكرة عشان نشوف معالم الكويت الجميلة بالتلسكوب، وتحتوي بعد على خزان ماء. والبرج الأوسط بس خزان ماء، والبرج الصغير هو عبارة عن خزان الكهرباء. برج التحرير هو يحتل مركز 13 بين أطول أبراج العالم، وهو برج للاتصالات، وافتتح سنة 1996، ويحتوي على ثلاثة سراديب متتالية تحت مستوى سطح البحر، وفي الحكومة مول اللي في أفرع من وزارات الدولة. سوق المباركية هو سوق كويتي يقع في منطقة القبلة، وهو سوق تراثي وسمي نسبة إلى الشيخ مبارك الصباح رحمة الله عليه، ويتميز السوق بتصميمه اللي يشبه الأسواق القديمة، وهو من المعالم التراثية للدولة، وفي وايد أنواع من اللحوم والأسماك والمواد الغذائية والاستهلاكية والحلويات الشعبية والتمور والعسل ومحلات العطارة والملبوسات الرجالية والنسائية الشعبية، وبعد محلات اكسسوارات والسلع التراثية والتحف والخزفيات والتذكارات، وكلها بأسعار مناسبة. وفي سوق لبيع وشراء المصوغات الذهبية والمجوهرات، وداخل السوق في وايد من المقاهي الشعبية والاستراحات والمطاعم، وصممت على طراز قديم، وتقدم مأكولات ومشروبات شعبية، والكويت فيها أكثر من مجمع حديث وحلو، مو بس هالسوق الجميل. وبالمباركية في شي ما يغير الزمان. وإحنا بالكويت نعتز وايد بالعادات والتقاليد اللي توارثناها عن آبائنا وأجدادنا، ولنا طقوس خاصة بالمناسبات الاجتماعية والدينية. عشان كذي خلونا نتعرف أكثر عن عادات وتقاليد أهل الكويت من خلال هذا التقرير. أيها المواطنون الكويتيون الأحباب، تعد الثقافة الكويتية امتداداً للثقافة الإسلامية والعربية عامة، وثقافة شبه الجزيرة العربية خاصة. ومن الجدير بالذكر أن الموقع الجغرافي لدولة الكويت له أثر كبير لجعل المجتمع الكويتي مجتمعاً متقبلاً للثقافات المحيطة. وعلى الرغم من أن اكتشاف النفط فيها أدى إلى نقلة نوعية في نمط الحياة، إلا أنه لم يغير من الهوية الخاصة بالشعب الكويتي. وهناك العديد من العادات والتقاليد التي يمتاز بها الشعب الكويتي وتمنحه طابعاً من العراقة والأصالة، كما أنها تختلف باختلاف المناسبات، ولكل مناسبة ما يخصها من العادات والتقاليد. وقد احتفظت المناسبات الدينية بمكانتها التقليدية في الكويت، حيث تغلق جميع المحلات والمؤسسات أبوابها طوال فترة المناسبات الدينية. أما على صعيد الأزياء الشعبية التي يمتاز بها أهل الكويت، فقد احتفظ الكويتيون بالزي التقليدي كرمز للهوية الوطنية. فعادة ما يكون ملابس الرجال تتكون من الدشداشة والغترة والعقال، أما المرأة فإنها تحافظ على ارتداء الثياب الطويلة والحجاب والعباءة وفقاً للعادات والتقاليد الكويتية. ويتكون الزي الشعبي من البخنق، وهو عبارة عن غطاء أسود للرأس ترتديه البنات الصغيرات مطرز حول الرأس ومن الأمام، والقحفية وهي قبعة من قماش أبيض محيوكة من القطن. ولقد أولت الكويت دائماً اهتماماً كبيراً بالثقافة، وبقيت أبرز العادات والتقاليد التي يمتاز بها الشعب الكويتي معلماً ثابتاً يميزهم عن باقي الشعوب بعراقتها وملائمتها لتعاليم الدين الحنيف، وفي الوقت ذاته فإنها تواكب متطلبات العصر والحداثة.
انتهت حلقتنا مع أجمل دولة وهي دولة الكويت الحبيبة. ومن الكويت الغالية كل يوم راح نسافر لدولة جديدة ونتعرف على الدول وعلى عاداتهم وتقاليدهم. نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة وفي دولة جديدة، ونقول لكم مع السلامة. أي جاهزة ونتعرف على معلومات أكثر عن هذه الدول. دول إكسبو 2020 هو أكبر حدث عالمي، مو عالمي، عالمي. وفي الرياضات المائية، أنا من البرد إنسانة يصير ثقيل. نعم، شنو الحين من الأول؟ مبنى تاريخي وتم تجديده ليتم إطفاء الطابع، لا إطفاء باب البحرين. بحبين؟ إيه أبي أبدل. ويصل الجسر بين ضفتين. ويصل المسجد على الجسر القديم، يطل مو يصل، ترى بنصور. قيل انها كانت احد العواصم التاريخية للمنطقة قبل، مو قيلة، ترى في بدلية بالكتابة. تصاعد ولب التلفريك المؤدي الى مرتفع اكثر مكان يلفت الانتباه هي كنيسة سيدة الصخور، سيدة الصخور مو سيدة. اليوم مسافر الى مملكة السويد، امباي السويد، وجوها معتدل طوال العام، وايد فيها امطار طول العام. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، ونقول لكم مع السلامه.